السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوك زي ما نقول تدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. النهاردة يا جماعة حلقتنا مع دفعة كلاب جديدة منهم ميلو، بكار، ليلي، وكمان كلبة الجيرمان اللي هي شمس. تعالى هات لي شمس. تمام؟ طبعا يا جماعة دي دفعتنا النهاردة، كلب ملينو مع دكر جولدن مع نتاية هاسكي مع نتاية جيرمان. طبعا دي دفعتنا النهاردة. تمام؟ المجموعة دي يا جماعة هنطمن عليهم صحيا وهنعرف اخبارهم ايه وهنتابع معاهم ونشوف اي مشاكل صحية بتقابلنا فيهم عشان لو كده نقدر ان احنا نغير الكلاب ديت ونشوف مشاكلهم ايه، وكمان انت تتعلم وتعرف ازاي لو قابلتك المشكلة دي هتعمل معاها ايه. تعالوا الاول نعرف ميلو. ميلو واخد حشرات يوم 15/10، 15/10 يبقى 15/11، 15/12، 15/1، لسه بدري عليه. بالنسبه للحاله الصحيه بتاعت ميلو الحمد لله واضح ان هي حاله 100%، ما فيهوش اي مشاكل صحيه، ما فيش اي حشرات، ما فيش اي حاجه. تمام؟ بالنسبه للكلب اللي بعد كده وهو بكار واخد تطعيم حشرات يوم 17/8، 17/8 يبقى 17/9، 17/10، 17/11. تمام؟ من الواضح ان احنا قربنا. طب نديله النهارده؟ نديله النهارده. هنكتب لبكار تطعيم حشرات. تطعيم حشرات النهارده 12/12/11. ممكن نكون قلنا عن الميعاد يا جماعه بخمس ايام. امسك. كممه. ممكن نكون قلنا عن الميعاد بخمس ايام، بس الخمس ايام دولت مش فرق يعني كتير في الوقت. بكده نبدا نحافظ على كلابنا من اي حشره ممكن تقرب له. طبعا كده بكار خد تطعيم الحشرات بتاعه كتبنا له في الورقه. بالنسبه كحاله صحيه ما فيش اي مشاكل. تطعيم الحشرات يا جماعه لا يخص شيء بالحاله الصحيه، تطعيم الحشرات ما هو الا حمايه وكوقايه للكلب نفسه. تعالوا نشوف الكلبه اللي بعد كده وهي ليلي. ليلي واخده تطعيم حشرات يوم 18/8، 18/8، 18/9، 18/10، 18/11 برضه نفس النظام. يعني دي فرق يوم يوم يوم. نديلها النهارده هنكتب لها تطعيم حشرات. حشرات 12/11. طبعا بكده يا جماعه يبقى انا كده مسيطر على اي حشره ما تقدرش تقرب من الكلاب بتاعتي بالطريقه اللي انا بنعملها ديت. في الفتره الاولى من دخولنا المزرعه هنا كان في لخبطه كتير وكان في كلاب كتير ما خدتش تطعيمات حشرات. لا، المره دي بقى احنا مركزين جدا ومركزين كمان بالذات في التعامل مع اي حشره ممكن تخش علينا. ادي كده يا جماعه ادينا تطعيم حشرات لليلي. تمام؟ خدت تطعيم حشرات يوم 12/11. نخش على الكلبه اللي بعد كده اللي هي مين؟ شمس. شمس دي انتهى جيرمان، هتالي هنا كده. شمس انتهى جيرمان يا جماعه، مواصفاتها كويسه طبعا، قاعده معانا هنا. في تعوره في وشها سلام، واضح ان هي كانت متعاركه مع حاجه جنتيانا. تمام؟ واخدت تطعيم حشرات يوم 16/9، 16/9 يبقى 16/10، 16/11، 16/12 لسه قدامنا مسافه. تمام؟ هنسيبها شويه لحد ما نوصل بيها للمسافه اللي احنا عايزينها. بالنسبه لشمس كحاله صحيه كويسه الحمد لله، ما فيهاش اي مشاكل صحيه، بس ما فيش الا خربوش هنا صغير. خربوش زي ده بنستعمل معاه الجنتيانا او المس الازرق زي ما في ناس بتسميه، او الدواء الازرق او الماكروكروم. تمام؟ او بنستعمل معاها مرهم الجراميسين اهو. ادي يا جماعه مكان عركة كلب طبعا متاح للكلاب اللي هي بتتجمع مع بعضيها. القطايع ديت بتبقى في ممكن مشاكل بينهم وبين بعض. طبعا بكده اطمنا على شمس واطمنا على ميلو واطمنا على بكار واطمنا على ليلي واطمنا على المجموعه كلها. الحمد لله حالات صحيه بنسبه 100%، ما عنديش اي مشاكل صحيه في الكلاب. مش هقول لكم كنت اتمنى ان يكون في مشاكل صحيه عشان انتوا تتعلموا وتعرفوا، بس برضو الحمد لله احنا بنحب جدا ان تكون حاجتنا صحتها كويسه. تابعوا معانا حلقاتنا يا جماعه، لو قابلتنا اي مشكله اكيد بتقابل كل مربي كلب عنده في بيته. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المتابعه معانا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، وشكرا للناس اللي تابعتني على قناه اخبار اليوم على اليوتيوب، وشكرا كمان لجريده اخبار اليوم اللي شرفتني هنا امبارح وكان يوم جميل جدا معاهم، او اول امبارح. تمام؟ اول امبارح صح؟ اول امبارح. شكرا لقناه اخبار اليوم وشكرا للصحفي المشهور طبعا محمد وحيد، تحياتي ليه جدا وشكرا للي هو عامله معانا. وطبعا كان يوم شرف لينا بس احنا ما رضيناش نزيح في يوميها يا جماعه ونقول ان كان عندنا اخبار اليوم هنا. تمام؟
نزلنا حلقه من اللي هم كانوا منزلينها على جريده اخبار اليوم، لسه فاضل حلقات كتير. تابعونا يا جماعه على اخبار اليوم باذن الله، هتشوفوا حلقات جميله جدا وبنتكلم عن اسرار تربيه الكلاب، وكمان يا رب ربنا يقدرنا ان احنا نسعدكم ونبسطكم بالحلقات اللي احنا بننزلها. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه. ما تنسوش اهم حاجه يا جماعه اللايك، عايزين نوصل بالحلقات بتاعتنا لاعلى مستوى في اللايكات علشان نتابع معاكم اكتر بحلقات اكتر. ربنا يقوينا ونوصل معاكم لمستوى احسن ونوصل كمان للمليون. ساعدونا ان احنا نوصل للمليون باللايك يا جماعه، تابعوا معانا واشتركوا معانا وفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل حلقه احنا بننزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.